رايح للحج احمد ابو دياب، رجع من مصر. نشوف عمل ايه في حكايه البنزيمه دي. والله ما هتطول حاجه من ورا الناس دول ابدا. اعوذ بالله من فالك الماسخ، يا تقول كلمه زينه وانت اللي يقول لك الحج تكرهه، اللي يقفلها في وش اكرهه. روح غير من وشي. مالك يا محمد؟ قولي لي يا فرحه، لما الواحد يبقى شايل حاجه والحاجه دي تقيله وطمع الناس فيها متبدلها اكتر وهو عاوز يعيش خفيف، يعمل ايه؟ ينزلها من على كتافه. ينزلها بخاطره احسن، ويقضي اللي فاضل من عمره خفيف. ربنا يديك الصحة، بس الحاجة اللي بصلها الناس قلتها أحسن. صح يا فرحة، والدنيا مشوارها قريب، وأنا نويت أكمله خفيف. اللي ريحك أعمله، ربنا يديك الصحة ويبارك لي فيك. خلاص، اللي فيه الخير يقدمه ربنا. ناوي على إيه يا محمد؟ نويت أريح الناس كلها. ربنا يريح بالك يا رب. ادخل يا مهران. نمتوا؟ لا، صحيين. مش عارف أنام وحدي. عايز تنام وسطينا، تعال. لا، مهران كبر خلاص، ينام وسطينا ولما ينعس أدخل أوضته. تصبحوا على خير. أنت من أهله وتحجيني؟ احجيك انت وفرحه. فرحه هتنام، حجي هو. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. كان يا مكان في سالف العصر والزمان راجل طيب طيب اسمه الحاج محمد ابو دياب. كان عنده حفيد طيب 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 خالص. مرحبا يا ابو ذكري، تفضل. لا مؤاخذه يا سياده النايب، جيت متاخر. بيتك يا ابو ذكري. اصلي سمعت انك رجعت من مصر، قلت لازم اسلم عليك. الله يسلمك. واطمن على ايه؟ عملت لي ايه في موضوع البنزيمه؟ قلت لي لسه عاوز موافقات كثيره من كذا جهه. على مهلك يا ابو العم، على مهلك. تشرب حاجة؟ شاي، قهوة؟ أنا مش عايز أسهركم. قهوة. قهوة يا زهرة. ما تعرفش يا حاج أحمد، أخوك ناوي يدخل عملية نجاح حمادي ولا لا؟ لا والله ما عنديش خبر. ما قالش قدامك، ما لمحش. لا قال ولا لمح. وانت ناوي تعمل ايه يا سياده النايب؟ في ايه؟ الواحد رجع تعبان بيني وبينك وعاوز يرتاح. القهوه هتصحصحك دلوك. البيت ده ما ينفعش، انت يلزمك منظره وعربيه كبيره، مظاهر عضو مجلس الشعب. وايه اللي جد؟ لا جد كتير. أخوك يقول لك لأنه هو اللي بيعرف الحاجات دي. بدل العربية تلاتة وبدل المنظرة اتنين، حتى المنظرة بتاع أبوك الله يرحمه بناها وجددها، كتر خيره، مع إن مش بتاعته وحده يعني، إنما هو بتاع العمار والتجديد والمظاهر، تلاقيه بقيمته كده على طول. كلنا عايشين على حسه يا ابو ذكري، وقيمتنا من قيمته. اشرب. والله انت راجل مؤدب. عارف ادبك ده مفروض يدرسوه للعيال في المدارس. دايما مقدمه على نفسك في كل حاجه. هو الكبير. صح، لو ناس غيركم كانوا دبحوا بعض، انما انت مؤدب. سبت له المنظره ويبني بيت لعيال. بيت؟
دي سرايا، وحتى لما بقيت عضو مجلس الشعب برضو مقدموا على نفسك. حلوة القهوة بتاعتكو قوي، بالهنا والشفا. دايما ناخد دور شاي. الشاي عيسهرني وانا تعبان. لا سلامتك، دي المصالح كتيرة فوق يا راجل. ده الشاي حلو. شاي يا زهرة. دلوقتي انت محتاج منظرة كبيرة وعربية فخمة. لو عايز فلوس والحج محمد منعك من البيع، انا تحت امرك. وهيمنعني ليه؟ هو الكبير برضو تعطوا. عليكم السلام. مهران نام. ايوه نام. اصححهولك ينام جارك؟ هتغيري من عيل صغير؟ عغير من اي حد. اروح انام جاره؟ انت حر. انت زعلانه بجد؟ ايوه، المفروض تاخد بالك مني. انا احب لو محتاجاك. ما انا جنبك اهو. امبارح تسيبني وتحاجين، روح له. طب ايه رايك كنت احكي لك حكايه حلوه قوي؟ طب احكي. بس هي غريبه شوي. احكي. مش هتصدقيها؟ لا هصدق. طب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. كان لي خال اسمه مصطفى. خالي مصطفى عشق غزالة. واحدة حلوة يعني، صح؟ لا، غزالة غزالة. مش قلت مش هتصدقيني؟ خلاص مش هكمل. لا هصدق، كمل. وبعدين؟ في يوم ساعة المغربية شافها نازلة من الجبل، بصت له، بص لها، ضحكت له وجريت، جري وراها عشان يحصلها. ها؟ ما لحقهاش وغابت في الجبل. وبعدين؟ ساب مرته وعياله وكل الدنيا، وكل يوم المغرب يستنى عند مدخل الجبل عشان يشوفها، وهو شارد ويغني. كان صوته حلو قوي. يغني يقول ايه؟ يقول غزال الجبل منزله منين، عجبني محني كفوفه، ينزل بين النهار والليل، شمس الضحى لم تشوفه. الله، حلوه قوي. وبعدين؟ فضل على الحال ده جنب الجبل لحد ما شافها الغزالة. شافها تاني، طلت عليه وغمزت له بعينها ورمحت، رمح وراه، دخلت الجبل، دخل وراه ومسكها. من ساعتها لحد شافه ولا شاف الغزالة. ما رجعش؟ ما رجعش. هو اللي حببني في الجبل، كان دايما ياخدني معاه، عمري ما شفت أحن من إيده ولا أحلى من عينيه ولا أجمل من ابتسامته. أنا اللي عمري ما شفت أحن من إيديك ولا أحلى من عينيك ولا أجمل من ابتسامتك. قسم وانت حي؟ قلت اريح نفسي وكده كده اليوم. يا رب يكون فيها راحة. هتفكر في ايه يا احمد؟ والله يا ولد ابوي، ساعات الورث هيكون سبب في الطاعة. سامحك، كمل. العيل هيفضل عاوز من ابوه دي وعاوز دي، ولما ياخد اللي عاوزه هو واصله. وعيالي اصلهم زين ولا عفش يا احمد؟ اصل ناس، ما قلتش حاجه. بس انت كده هتسلمهم دجنك؟ عينونا ولا هيكرمونا؟ جواك ايه يا محمد وعاوز توصل له؟ عاوز اوصل لكلمتك الاخرانيه. انا سامحتهم
وديتهم كل حاجة وقلت أشوف. ليه عاوز تشوف؟ اللي عاوز حاجة ياخدها. خلي بالك وخلاص. مالك يا أحمد؟ مش عاجبني؟ حاجة مضايقاك؟ مفيش حاجة.